شاء الله. يا دين دكتور. وين علي صلاح؟ دكتور سالم الصراف تعرفه؟ علي بالي دكتور، صلاح، نعم وياكم دكتور بالي. شو يصير من عندك دكتور سالم؟ دكتور سالم، سالم الصراف. ما اعرف واحد دكتور مو هواي صراف من نجف، اكو شهاده. لا هو اعتقد يعني اصلا نجف استقر بغداد او بغداد. لا ما لا هو اعرف، ستاف واحنا من جراحة هنا دكتور، قديمة. يعني كان اجدادنا صرافيه، فهسه صرف. خير ان شاء الله. الله يلا الله موفقين. يا يلا الله. اعتقد العدد لا بأس فيه، نبلش ان شاء الله لان تأخرنا وراكم سيشن. ايه دكتور، يلا. لا دكتور السمول تأجل على الجمعة، يعني عادي تقدر تاخذ وقت. خوش، ماكو مشكلة، حتى براحتنا. عيني هسه الشاشة ظهرت عندكم ان شاء الله. ايه دكتور، ايه دكتور. يلا يلا بسم الله. بالنسبة للجي اي تي سيمتوم او سيمتوماتولوجي، يعني هو اعتقد هو تعتبر ريفيو لكم هسه هاي المحاضرة، لانه هو اغلب السيشنات انتم ماخذينها ضمنا الجي اي تي كومبلين، يعني كلها تقريبا مر عليكم وشنو معناها، بس احنا شنو نسوي ريفيو بسيط عليها، واذا عندكم استفسارات نسولف بيها. هذا جدول بسيط جبت لكم اياه من هاتشسون، هو كتاب مال كلينيكال اكزامينيشن، يلخص لك الكومن سيمبتوم اوف جي اي تي تراكت. اذا تلاحظوا هو نفس اللي موجوده عندكم بالورك بوك كلهن تقريبا، ضايف لك الجوندس اللي هو يعتبر ممكن اكو جي اي تي بروبلم، ممكن شنو نون جي اي تي. يعني جوندس عندنا نقسمه بري هيباتيك وهيباتيك وبوست هيباتيك. البري هيباتيك هو عاده هيماتولوجيكال بروبلم عاده، يعني مثلا يعني هذا كاكزامبل اتشنج بارت اوف ذا يعني جوندس كسيمبتوم، يعني بالجوندس راتم اتشنج. الجماعه الجينيتو يوراني هم لانه من ضمن الابدومين فتصير كديفرنشال دايجنوسيس، لاني ما راح نتطرق لهم بشكل يعني مفصل او بالاحرى بعدين ناخذهم. بالنسبه اول سمتم نبدي بها هي الانوركسيا. اول شيء ديفينيشن شنو؟ تز لوس اوف ابيتايت، فقدان الشهيه عاده، يعني اذا سيفير، خاصه اذا سيفير، انديكيت امبورتنت باثولوجي ان ذا ابر جي اي تي تراكت. واضح؟ عندنا جي اي تي اكو ابر وميدل ولور، او نقسمها بروكسيمال وديستال حسب، يعني هو بيها تقسيمات. الفكره اكثر شيء الانوركسيا اسوشيتد وذ ابر جي اي تي بروبلم. طبعا هواي اكو شنو اكسترا جي اي تي بروبلم تسبب انوركسيا، مو يعني انتوا هسه كطلاب طبيه هواي من عندكم ديو تو ستريس يعني ما عنده انوركسيا، ما عنده فد مشكله بالجي اي تي، بس ستريس كونديشن ان انكزايتي او فشي. اكو بالعكس ستريس يزيد عندهم الابيتايت، يعني حسب تختلف. نجي للويت لوس. الويت لوس يعني اول شيء ايش وقت نعتبره سيجنيفيكنت؟ موجوده عندكم قبالكم، اذا مور ذان 10% اوف بودي ويت ان ذا لاست 3 مانث هذا نعتبره سيريس. طبعا وذاوت اوبفيس كوست، يعني اذا واحد مسوي لي دايت وفد يعني اكسرسايز قوي اكو ينزلون هيك، هذا يعني تعرف الكوز، بس اذا ما عندك اوبفيس كوز او شيء وعنده لوس تقريبا 10% in the last 3 months هذا تعتبره شنو؟ serious condition، دور على cause. طبعا شلون بالهيستوري من نسولف ويا المريض، اجى المريض وقال لك اني شنو عندي فقدان وزن، يعني شلون تتاكد؟ هواي احنا هسه بالاستشاريه بالعياده بالخفاره مرضانا تدري من يجيك تقول طاب صناعي راسي ورجلي ووزني وشهيتي ومجاري بولية وهذا، ما يخل يعني يضيعك، ما يعطيك الزبده بين قوسين او تشيف كومبلين الرئيسي اللي خلاه يجي. انت هنا شلون السئله؟ فتسال اكثر شيء على الملابس، يعني هذا نسميه سبجكتيف، يعني فالشيء يعني يعني عن طريقه تقيم مقدار الفقدان الوزن. الهاس اذا عدى قبعه مثلا المريض شويه هذا، او الجوارب مالته، الحذاء مالته زغرت كبرت، الملابس بشكل عام، الرينجز الحلقه اذا لابس او المحبس كبر صغار عليه، هاي اسسمنت اوف ويت. الحزام او الكمر مع البنطلون او التنوره، لان كلهن يعني يطنك ممكن فكره عن مقدار فقدان الوزن. واضح؟ قاعد تسمعوني شباب مو؟ اي دكتور واضح. نجي هسه للنوزيا، feeling of impending need to vomiting.
maybe accompanied by retching. واضحة الصور. وعدنا لعبان نفس بشكل عام. الفوميتنج نجي هسه. هنا جبت لكم الديفينيشن من هاتشسون. هواي اكو اكو يعني اكو اكو يختصروه. شنو ريتشنج؟ الريتشنج ال... ولا اي لا لا اوكي ماكو مشكله. سامعي قلت هذا الدريع؟ سامع هذا المصطلح؟ لا دكتور. او الثريوعه يعني حسب اختلف الفقهاء عليها. الريتشنج الريتشنج شباب يعني واضح دكتور واضح. اي 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 الدريوعه والتريوعه حسب هواي تسمعوها بلغات يعني حسب المكان والهذا. فهي هاي ريتشنج يعني شلون وين دكتورتنا حتى قررت اياها الظاهر ما سمعتها يعني تقريبا نفس الرفلكس بتفاصيل خاصه بس هو تقريبا نفس المبدا without acidity. الاكل يرجع يعني ارجع نقدر مو تفاصيل الارجاع هسه راح نجيها كامله. الفوميتنج اكو يختصروها يقول لك expulsion of gastric content او الديفينيشن هو مالته ساينتفك هي نيوروجينيك ريسبونس تريجرد باي كيمو ريسبتور ان ذا برين ستيم or reflexly through the irritation of the stomach. لذلك هواي دراجز ها نستفاد من عندها شغلها سنترال على الكيمو ريسبتور بالبرين ستيم. البلاسيل الاندانسترون الزوفران اذا سمعانين بي نستفاد من عندهن هنا الاكشن مالتهن سيطرن. حتى الديكادرون دكساميثازون هسه دخل بالجديد او بالاحرى مو بالجديد هو من زمان موجود بس هسه هواي صاير بالبحوث يشتغلوا يعتبر السكند لاين ويعتبروا يعني ما يعرفون بالضبط الميكانيزم بس يعني اغلب البحوث تقول انه هذا يشتغل على الكيمو ريسبتر بالبرين ستيم سنترال يشتغل. الفوميتنج كونسيست اوف فيس اوف نوزيا يبدي عادة preceded by nausea followed by hypersalivation pallor sweating and hyperventilation then the state of face of the vomiting. يعني ما اتصور اغلبيتكم صاير عندكم حاسين الشعور مال الفوميتنج فشي شويه مزعج. اللي يهمنا طبعا انتوا احنا الهيستوري محاضره الهيستوري اعتقد العام الماضي اخذتوها لو السنه العام العام. طبعا احنا هنا نقسم الكسمتم اي سمتم مرات هي بحد ذاتها هي chief complaint of the patient من يجينا. اكو سمتم تحتاج تفصلها شلون هسه الفوميتنج. طبعا الاناراكسيا هم ما حكينا عليها المفروض الاونست الديوريشن التايم اكثر شيء السيفيريتي اسوشيشن نفس المبدا اغلبيتهم تقريبا نفس التفاصيل. الفوميتنج يعني نسأل عن quantity or volume of the vomitus هل هو small, moderate, large هذا فشي subjective. السمول يعني المريض مرات يعتبره نص جلاس هو small بينما احنا نعتبره شنو فد moderate amount مو حسب فهو شنو يقرر لك اياه الكمية تقريبا. الفريكونسي هنا مهم مرة مرتين عشرة عشرين. بالابندكس مثلا من يجونا احنا جماعه الاكيوت ابندسات التهاب الزائد الدوديه مرات الفوميتنج ما موجود او انفريكونت تسمي يعني يصير مره او مرتين من يقول لي خمس ست مرات او عشرة افكر بغير شنو دايجنوسز مثلا افكر بغير سبب يفيدني هنا. الكواليتي الكونتنت او الكونتين الكواليتي اوف ذا فوميتس يعني كونتين بريفيوس ميل هل هو اندايجستد recognizable food or digested مو هاي تفيدك انه المريض اكل وراسه متقيأ لو ورا ساعه لو ورا ساعتين مو digestion عاده ايش وقت يكمل او يبدي احد يجاوبني ورا ساعه تقريبا ورا ساعه هو يبدي immediate طبعا هو يبدي من الماف بالمناسبه يبدي amylase of the salivary gland ويبدي هذا كدايجستن بشكل عام من يدخل الستومك هو يبدي بس هو تقريبا 4 to 6 اور يعتبروا التيبيكال تايم. هواي اكو تكست بها تفاصيل ورا ساعتين تقريبا تفرغ تبدي نص الكونتنج تقريبا اذا خاصه اذا فلويد دايت بس هو تقريبا ورا ساعه لا ساعتين يبدي الاكل يتغير فهنا ممكن يطلع لك دايجستد فود نسميه
أورشن أند دايجست إذا رأساً يعني ورا ما أكل رأساً خاصة من جماعة الجاستريك أوتليت أوبستركشن لات بالكم إياها دول رأساً أول ما أكل أول ما ملت المعدة خاصة إذا أكل سريع أو فشي رأساً شي سرعتهم فوموتينج يسميه بروجكتايل فوموتينج ليش عندك جاستريك أوتليت أوبستركشن الكونتنت هم ممكن كلير أسيدك فلويد إذا شنو خاصة بالريفلكس ديزيز عندي لور اسفجيال سفنكتر العاصرة اللي المريء راخية أو بها مشكلة ويصير عندهم مرات كلير أسيدك فلويد ما ماكل المريض بس الكونتنت أوف ذا ستومك يطلع لك إياها associated blood or not هنا نسميه ماتميسيز هسه راح نجي طبعا serious factor in parasis ulcer tumor طبعا من اكو blood هنا طبعا scientifically من نحكي علميا اني هيماتيميسيز لازم تدز المريض او جي دي نسوي له ناظور ليش؟ لان عندك اكو هواي differential diagnosis انت تخاف من السيريس بروبلم اذا تيومر مو اذا فاريسيز خاصة المريض مثلا يقول لي الكهوليك او عنده فد كرونيك ليفر ديزيز دو تو هيباتايتس وات ايفر فالفاريسيز ممكن واحدة من الليت ستيج لان دول يصيرون شنو ليفر سيروسيس بورتال هايبرتيشن وبعدين الكولاترال تفتح وحده من عندها اللور اوسفيجيال فاريسيز او الالسر هو الموست كمان كوز يعتبروا طبعا هيبتيك ألسر ديزيز طبعا البلد ايذر فريش نسميها هيماتيميسيز واضح اور تشينج يعني altered by the action of the acid نسميه coffee ground vomiting coffee ground vomiting ممكن هو اصلا يعني مرات دول تشوفوهم بالتروما بيشنت سولو ذا بلاد يبلع الدم مالته مو بوعي او فشي وصار عنده فد تروما بالنوز بالماوث وصار بليدنج يبلعه ورا فتره ساعه ساعتين تقيا كوفي جراوند مرات يعطيك اياه مو بالضروره انه من الاستومك ممكن هو شنو سولو ذا بلاد وصار دايجستن ورجع طلع لك اياه لانه التيست مالته والادر كلش مزعجه ترى لو زحمه البريسلز هنا مو بس كونجستشن صاير فيها ليش صرنا بيها نزل ما فهمتك الفاريسز كونجستد يعني هنا يصير بيها كونجستد من مورا الهايبرتنشن بورتال هايبرتنشن بس دكتورة هنا ليش انه يصير بيها نزف يعني هي مجرد بس كونجستد لا هي شوفي حبابة هو اول شيء نعرف شنو الفاريسز بالضبط it is tortuous dilated vein مو tortuous congested dilated vein مثل ما قلتي مكانها وين بالضبط احنا عندنا تقريبا خمسة او سبعة قسم يذكروها حسب المكان collateral من يصير عندي portal hypertension collateral تبدي تتوسع حتى تسوي bypass للليفر على مود الفينس رتين هذا بالنسبة للباثوفيسيولوجي مالتها مكانها وين قاعدة بالضبط باللور اسفيجيال ثيرد تقريبا واضح ليش يصير bleeding الفينز بحد ذاته اذا يعني هذا anatomy من تقرون الوال مال الفيزلز الفين والارتري ال الفين كلش في يصير انتوا ده هسه يعني على اجسامكم دائما يصير سوبرفيشال وثين وكومبرسبل من يصير باللور اسفجال سفنكتر يصير سبكوتينيوس العفو سبو ميوكوزال جوا الميوكوزا ومرات كلش انجورج ديستندد من تاكلين اكل وخاصه الفود نوت ويل تشوبل يعني ما مضغته زين او شويه فد هارد بولس اوف فود تجرح الفين يعني تسوي لك تير بسيط به الفين مو مثل الارتري الريسبونس للبليدنج مو مثل الارتري الارتري يصير فازو سبازم ويشتغل الكلوتنج سيستم ويصير ستوب اوف ذا بليدنج الفين اذا ملاحظيها يبقى اوزنج الى ان يصير كلوت حسب هنا مكانه هو مكان شنو تقريبا حساس والسوالونج كونتينوس تقريبا وممكن انت مستمره بالاكل وما تحسين بيه طبعا فهنا باي ذا فود عاده الميكانيزم مالته يصير كثير ومرات قسم للثيوريز يقول سبونتينوس رابتشر خاصه اذا هاي انترافينوس برجر يصير هذا من يوصل هيك مرحلة هذا طبعا كلش سيريوس واضح دكتورة بلي عاش دكتور واضح
الكوفي جراوند حكيناها اعتقد هسه. بالنسبه للكولر اند تيست ميبي ليفل هنا الكولر اند تيست اوف ذا فوميتس يعني شوي هواي فصلنا لكم، انتم بعدكم مرحله ثانيه بس ما يخالف، هاي يعني مو بالضروره تدخلون تفاصيل كلش معقده بيها. هنا مرات احنا يعني الفوميتنج هو عباره عن سيمتوم اوف بيشنت يجينا وذ انتستينال اوبستراكشن انسداد الامعاء. هنا ممكن التايب اوف فوميتس الكلر الكلر مالته والتيست مال اللي هذا وحتى الادر مرات اذا تك اكزامينر وتشوفه وتشتمه قدامك يصير مرات تعرف انه ممكن هذا الابستراكشن ات يا ليفل يا مكان بالضبط. ليش؟ لانه ذا كلر اوف بريفيس ميل هذا عاده شنو بروكسيمال تو ذا سكند بارت اوف ذا ديجينم يعني بعد الاكل بالمعده او استوى طاب ال 12 وذبيته يعني بروكسيمال مشكله بروكسيمال فوق ابر جي اي تي. إذا بايل ستينت المادة الصفراء يعني عابر الجدنم عابر الـ 12 ليش؟ لأنه القناة الصفراء الكومن بايل دكت تفتح بالسكند بارت اوف ذا جدنم قبلها ما عندي بايل وراها من يصير ابستراكشن هذا ما يعبر راح يرجع لي على الاستومك يطلع لي بالفومتس فهذا يفيدك. إذا ثيكولنت نسميه بعد شلون البي مثل الخروج نسميه أو متغير يعني ميل على الخروج اكثر شيء فيكال ماتيريال هذا ديستال سمول باول بالديستال اليوم. اذا فيكال يطلع لك فيكال ماتيريال بالفوميتنج او اذا تخلي ان جي تيوب صوند للمعده مباشره نخلي على مود الديكومبريشن هذا عاده شنو لارج باول كولون صار ابستراكشن وواصل مرحله راجع الاكل كل الفيكال ماتيريال للاستومك وطالعه عندك يعني هذا كلش ديليد نسميه من يجيك فيك الماتيريال هذا كلش ديليد. هنا الكاركتر عادة reflect الباثولوجي عادة الكاركتر of the vomiting reflect الباثولوجي شلون يعني بروجكتايل يجيك المريض يقول لك انا رأسا اتقيأ أشمرة لي قدام تقريبا نص متر الى متر اذا شايفين هيجي او سامعين او صايرة عندكم اكو فوميتنج راسا يعني ما ينشمر مسافه عنك ينزل عليك هذا افورتلس نسميه هذا يدوتو ممكن انفكشن جماعه اليوريميا جماعه الكرونيك ديزيز وات ايفر ومرات بروجكتايل نسميه ينشمر لي قدام شوي هذا عاده بالجاستريك اوتليك ابستراكشن بالميكانيكال ابستراكشن. اكو سيلف انديوست هذا عاده تو ريليف البين او عاده بالالكوهوليك هواي يسمعوا الناس يقول لك انا خليت روحي تقيأ يلا ارتاحت عاده تشوفوها عند الالكوهوليك. هيماتيميسيس اعتقد حكيتها ضمنا من اول ما تطرقت للكونتينت اوف ذا فوميتس انه كونتين فريش بلاد هيماتيميسيس فريش بلاد اور كوف جراوند فوميتنج اكو هذاك الترت بلاد. طبعا هنا تقريبا الديسكريبشن من ندخل به هو حاله حال الفوميتنج واضح بس تخلي ببالك الديفرنشال دايجنوستس يعني هواي لانه عندك بليدنج عندك بلاد هارت بيرن اعتقد اغلبيتنا هو او هواي يسمعون الهارت بيرن الحرقه تختلف عن الرفلكس راح نجيها هسه مرات قسم من الكتب يدمجوها سوا صراحه بس بهاتشسون فاصلها هاتشسون شويه مفصل. Heart pain, it is a feeling of pain, scalding or burning sensation behind the sternum. Retrosternal, شنو burning sensation. Radiating toward the throat, لفوق, تقريبا للحلقوم أو للحنجرة. This is due to acid reflex from the stomach into the esophagus. واضحة, الميكانيزم مالتي. HCL of the stomach يرجع على الأسفيغس مالتي, يعطيني burning, scalding, retrosternal pain. مرات مايميك الانجينا شنو يعني يشبه جماعة الذبحة الصدرية أو حتى الأمعاء يقسمين يذكروها يضيفوها. المهم بشكل عام باختصار يعني ممكن يجيك differential diagnosis of ischemic heart disease مشاكل القلب بس من السؤال في المريض التايم مالته أكثر شيء شو وقت تتكرر عده يعني with vital sign assessment ممكن توصل نعم يحتاجون OGD. Reflects هنا the symptom occur without heart pain يعني عندك ال content أو non acidic fluid or bile regurgitate يرجع into the mouth
اللي من ساعة قلنا راتشنج تقريبا هو يدخل نفس الخانة. يعطيكم بيتر تيست اند ذس اجريجبل سنسيشن ريتروسترنالي. كل احنا اعتقد صاير عندنا يعني، وخاصة الرمضان ما صار له يمكن فترة قصيرة من راح، بعد الفطور مرات من تقعد او فشي وتحس الاكل رجع عندك. اعتقد اغلبيتكم اذا مو كلكم صاير عندنا مرة مرتين عشرة، هو فشي بناي مو فشي خوف ترى، بس من يصير اوفر لا ذيك الساعة اكو مشكلة احتمال. الفكرة انه كل احنا صاير عندنا. هل عفو؟ ليش نون اسيديك؟ بريفيوس ميل كونتين يعني الفلويد والهاي بعد الستومك ما مشتغله مثل ما تقول، او بعد ايرلي. واضح؟ يعني هو الاجربي يعني هو الرفلكس يعني هو الاسيد يصعد للستومك غير شيء؟ ممكن، وممكن الكونتين العفو الدايت نفسه. يعني انت اذا مثلا كلت كل شوية او فشي وشربت فشي وهاي ممكن نفسه يرجع لك، نفس الاكل. كل احنا صاير عندنا ممكن نفس الاكل اللي اكلته يرجع للماوث، ومرات يعطيك حتى بيتر سنسيشن. يعني هاي ممكن هو شوف هو طبعا هاتشسون ذاكره نصا احنا لوجيكلي من تجي تدخل انه بعد من دخل الاستومك هو راح يصير ميكسينج وتبدي الاتش سي ار والهذا، فهو المفروض كله بدرجه ما لازم اكو، صح لو لا؟ بدرجه ما اي اكو ميكسينج بالموضوع، بس هنا ما راح يظهر لك بشكل اوبفياس. وقلت لك احنا اغلبيتنا صاير عندنا مرات ماكو اسيدك، يعني هو نفس الاكل اللي اكلته يرجع عليك مرات، هو او حتى العصير او فشي نفسه، واكو مرات شويه بيتر سنسيشن تحس بيه فشي مر، شلون المروره الخفيفه او فشي هاي فشي مزعج نسميه. هنا يخليه بخانه الرفلكس. طبعا اكو كتب تدمج الاثنيناتن، هو الهارت بين والرفلكس، هو لان يقول هو نفس الباثو فيسيولوجي مالته والميكانيزم، هو كونتين قاعد ترجع لك لفوق. واضح؟ الفكره انه انت ممكن تقرا مصادر فاصل لك اياها، قلت لك الهاتشسون اهل الباطنيه هواي يعتمدون عليه، فشي كلش حلو يدخل بتفاصيل هواي. الماكلويد اعتقد جامعهن مثلا اثنيناتن ما فاصلهن. يعني براوز كذلك، يعني بيها هواي هواي كتب اكزامينيشن عندك ممكن يفصل لك، اكو يدمج لك اياهن، يعني بيها هذا، بس هو الباث اوف سيرج تقريبا نفسه. بس هنا التيست مالتك والاسوشيشن راح يختلف. هنا الريتروسترنال بيرنينج ما عندك. انا هسه ضربت لكم مثال، قلت لكم يعني كل احنا صاير عندنا اكل يرجع بس ما عند ريتروسترنال بيرنينج سنسيشن، مو؟ والتيست مال الفود نفسه مرات وشويه بيتر سنسيشن تحس اكو تيست بي، بينما بالهارت بير من يخليها بخانه الهارت بير كانتيتي واحد اكو سكالدنج بيرنينج ريتروسترنال بين، يعني بين، وطبعا السيفيرتي مرات سو سيفير بحيث يخليك تفكر انه ممكن هذا شنو انجاينا، ذبحه صدريه. واضح كلامي؟ يعني شوف الفرق هنا مخلي يميزهن. على كل الديسفاجيا باي ديفينيشن ات از ديفيكولتي ان سوالوينج، ديفيكولتي ان سوالوينج، واحد يجيك لك عنده صعوبه بالبلع، هاي ديسفاجيا. طبعا بيها اورو فارنجيال اوسفيجيال جاسترو اوسفيجيال، ممكن تقسمها وحسب الباثولوجي او الايتيولوجي مالتها الكوز مالتها، في هواي تفاصيل. ممكن انترميتنت اور بروجريسيف نسميها، يعني تتكرر بشكل متقطع نسميها اور بروجريسيف. مثل ايش؟ الاكاليزيا، اكو انتيتي خاص مشكله تصير بالعاصره المريء نسميها اللورا اوسفيجيال سفنكتر فانكشن، ومشكله وظيفيه الكوز مالتها نيورولوجيكال اور ايديوباثيك حسب. هاي تصير عاده بروجريسيف، تبدي تو ذا سوليد، يعني الاكل القوي ما يعبر بس الفلويد دايت. العفو بالعكس، لانه شغله نيورولوجيكال هنا. الشباب بالفسيولوجي ما اعرف ماخذين له لا، الكوردينيشن اوف ذا سفيجاس، الفلويد دايت والفلويد يحتاج كوردينيشن اكثر من السوليد دايت. واضح؟ الفلويد دايت ماخذينه بس ما فاهمينه. اها يعني ليش الفلويد ما يعبر اللي اسمه؟ هاي هسه اللي جاي في امهات الكتب، ما داخل بتفاصيل صراحه لانه هذا يعني بيسك كلش بيور. بس بشكل عام الفلويد دايت يحتاج كوردينيشن اكثر من الفلويد،
يعني اتذكر واحده من المعلومات انه بايوجرافي دي واحده من الميكانيزم بالنسبه للسوليد دايت ينزل الفلويد دايت وعلى مود الريسبيراتور سيستم حتى لا يصير اسبيريشن. يعني هاي كلها بس بالضبط ما اعرف تفاصيل صراحه، بس بشكل عام الفلويد دايت يحتاج كوردينيشن، يعني كس بيرستالسس وكوردينيشن وريجولر بروبلسيف ميكانيزم، يعني في الشيء يدفعها بشكل منتظم اكثر من السوليد دايت. لذلك من عندي فانكشنال بروبلم، فانكشنال بروبلم جماعه الاكاليزيا وجماعه السي في اي جماعه الجلطه الدماغيه اذا صار عندهم مشكله بالبرين ستيم بالسنتر من فوق، يعني فانكشنال القضيه. لذلك اشوف هذا بالمي يشرك اذا شايفين جماعه الجلطه الدماغيه، بس من ياكل ما يشرك، واضح؟ لان يحتاج كوردينيشن اكثر. هسه المكان ليش بالضبط صراحة ما عندي تفاصيل، إذا هاي نسأل أهل النيورو ممكن يفسروا لنا إياها. وقسم من عتم ما مفسرة لحد الآن، أكو هاي قضايا ما مفسرة. هذا فيما يخص إذا انترميتنت أو بروجريسيف. بالنسبة للأكاليزا قلنا مو هي تبدي فانكشنال فأول شيء تو ذا سوليد، العفو تو ذا فلويد. البينفول سوالوينج نسميه أودينوفاجيا شباب، بينفول يعني هو ديسفاجيا، بينفول سوالوينج painful swelling نسميه أودينوفاجيا. خليته ديسفاجيا بحد ذاته هنا اوتوماتيكيا راح شويه يصير difficulty of swallowing، فهي painful swallowing نسميها ديسفاجيا. تدرس طبعا هنا بالهيستوري مهم انه to the solid to the fluid diet or even to the saliva. هنا هم reflect severity، يعني اللي يقول لك انا ما اقدر حتى ابلع اللعاب مالتي السلايفا، هذا معناها so severe، واضح؟ يعني واصل مرحلة من يجيك هيك delayed. الديسبيبسيا، واي مصطلح نسمع ديسبيبسيا or indigestion نسميه مرات، أنا كاتب لكم إياها جوا. الديسبيبسيا is a medical term for indigestion. هواي يمكن تسمعون عندي عسر هضم، هذا المصطلح كل الشائع اللي هو indigestion. طبعا هو broad term يشتمل هواي، يعني الأبر abdominal symptom تقريبا أغلبيته heartburn, acidity, pain, discomfort, wind اللي هو flatulence, fullness يحس روحه مليان, belching ويسد retching نقدر نقول. هواي مصطلحات من الداخل، هو بين قوسين يعني جامع لك اياهم كلهن مصطلح عام، لأنه أغلب مشاكل الأبر جي آي تي تقريبا تعطيك اياهن اغلبيتهن. لذلك اني ديسبيبسيا يقول لك تسوي شنو؟ او جي دي، تسوي اندوسكوبك غاستروسفيجيال اندوسكوب، العفو غاستروسفيجيال اندوسكوب نسوي، تسوي ناظور المعده. يعني دكتور احتمال عندنا انسداد المعده؟ هو شوف مو احتمال انسداد، الديسبيبسيا ات از ا كولكشن اوف سيمبتوم. هسه شلون انا اطلع لكم اياها؟ نجمعهم كلهن، هو هذا المصطلح هو يشملهم كلهن، هو medical term for indigestion. اغلب مشاكل الابر جي اي تي يجيك امراروكسيا، يجيك vomiting، يجيك ريفلكس اسيديتي، يجيك وحده من عتنا او كلهن او نصهن. الفكره ممكن الاندرلاينج باثولوجي هو نفسه، واضح كلامي؟ هنا وحده من الديفرنشال دايجنوستس التيومر، احنا اللي يهمنا التيومر، احنا دائما نقول او جي دي ناظور. اهم شيء الديفرنشال دايجنوستس شنو؟ المالجنت تشينجز التيومرز الاورام. طبعا مو استهانه بالبقيه، بس هو ستيب باي ستيب. الفكره انه مرات اللي هو التيومر يجيك ايرلي برزنتيشن ديسبيبسيه، يعني واحد عنده بعد الورم يجيك اكو يحس ريفلكس بسيط، شوي ديسكمفورت ما مرتاح، فولنس يحس مليان من ياكل. يعني هذا بحد ذاته ممكن early presentation نسميه. لذلك any dyspepsia يقول لك indication for endoscope، تسوي ناظور. من الناظور يقول لك ما عندك شيء نيجاتيف، انت هنا مأمن. حتى المريض طبعا السايكولوجيكال بروبلم وحده من المين كوز اوف جي اي تي ديستربنس، هواي اكو مشاكل عندهم بال يعني ستريس او فشوها تصير تنعكس على الجي اي تي مالتهم. هاي انت المريض من وبنفس الوقت يظل يفكر ستريس انه خاف عنده مشكله. الفكره انه المريض بحد ذاته من يسوي له ناظر ويعرف انه ما عنده فد سيريس بروبلم، ما عنده مشكله خطره،
حتى سايكولوجيكالي ممكن شنو يستقر، وحتى السيمتوم مالته ممكن تتحسن. واضح؟ فهنا هو عباره عن كولكشن اوف سيمتوم. بالنسبه للديسبيبسي دائما احتمال السمع اوف الشيء. الديسبيبسي از ا كولكشن اوف سيمتوم اوف ذا ابر ابدومينال سيمتوم. هنا يقول لك الاندايجستن اور ابدومينال بين الديسبيبسي ذس از كوركتلي ديفايند. هنا هذا ديفينيشن هم جبت لكم اياها جسون. As difficulty in digesting food and is usually accompanied by discomfort or abdominal pain and often by heartburn and belching. يعني تقريبا كلهن موجودات عادة من يصير عنده مشكلة تقريبا داخلا. Some patients call all abdominal pain indigestion. يعني هنا الدور هذا patient language نسميه هنا. مريض مرات هو يجيك الألم مالته يقول لك عندي عسر، هو اللي يعني هيك ينقل لك الصورة. فأنت هنا في specific مرات أو تضطر إلى leading question، أنت تسأل المريض أسئلة محددة أو تركز شوية حتى شنو توصل لل chief complaint مالتك والdiagnosis. The difference between discomfort after eating and pain after eating may be very small. يعني هو المريض ما يقدر يميز بيناتهم. واحد من يأكل أكلة ثقيلة ويتضايق، ها ما يميز من الألم إنه من يأكل يصير عنده ألم. المريض ما يميزه مرات، فهو يجيك شيء يقول لك عندي عسر هضم. هذا by the patient language، هذا history. يعني بناخذ history نركز على هيك قضايا. أعتقد يعني واضحة شوية، صعبة أشوفها عليكم. ماكو سؤال. نجي للأبدومينال بين. أبدومينال بين هو أبدومينال بين، حال أي بين. أوكي، الفكرة أنه هان جبت لكم هنا هم جدول من هاتشسون حلو. هنا بالهيستوري شنو اللي نسأله؟ النقاط طبعا بالأوسكي إن شاء الله بالمستقبل، أو ما أعرف عندكم بالمرحلة الثالثة أعتقد همين. تقريبا ماكو إكزامينيشن يخلى من الأبدومينال بين. أول شيء كمان، ثاني شيء يعني الهيستوري مالته يعني يتطلب انه تدخل بتفاصيل اللي مذكوره بالجدول. السايت مالته كلش مهم، it is radiating or not, migratory or shifting. character, it is stabbing، شلون واحد ضاربه سكينه او squeezing عصر عصر او دل نسميه، صعب الوصف. شلون الابندكس، المريض يقول لك عندي الم، اوصف لي، يقول لك ما يعني صعب اوصف لك اياه، مؤذي شويه. السيفيريتي حسب هنا الجادجمنت المريض، او انت تساله تقول له من 10 ايش قد تعطي، يقول لك مثلا 8 9 يعني سيفير بين، مو اذا قال لك 4 5 يعني مودريت، اقل من 4 مايلد. تايم اوف كورس، الديوريشن والاونست مالته، الاجريفيتنج والريليفنج فاكتور والاسوشيشن. الاسوشيشن هو الجي اي تي بعد كله بيدخل بالموضوع هذا. فهذا فيما يخص الابدومينال بين يعني. Abdominal distension, the flatulence, abdominal distension, the excessive wind. يعني كل هاي من الداخل نسميها. ممكن reflect simple problem، جماعة ال irritable bowel syndrome، جماعة التهيج القولون المزمن إذا سامعين. مو؟ أو هو المريض بحد ذاته عنده excessive flatulence. أكو ناس يقول لك أنا عندي هواي ريح، هذا المصطلح العام المريض من يجيك. يعني لازم شوية لأن المصطلحات العامة ويا الوقت لازم تتعودون عليها، لأنه المريض حسب المنطقة وحسب ما يعني أبو الوسط أو الجنوب مرات يجيكم كلمات ولغات أنتم ما سمعانين بيها. فأنت هنا شوية يكون سامع هواي كلمات، هذا بعد الفيلد مالتك هيك راح يصير. فالأبدومينال ديستنشن ممكن ريفلكت إريتابل باو، ممكن ريفلكت سيريس بروبلم. واضح؟ ديستنشن انتفاخ البطن. طبعا اكو شيء هو تقريبا ديفينيشن نفس الحكي هذا. اكو شيء الفايف اف، واعتقد هسه بالجديد سووها 7 اف، ما اعرف كل ساعه ضايفين اف من الافات. الفايف اف يعني هاي حتى شنو تسهل لك الديفرنشال دايجنوسيس، من نشوف يجيك المريض ديستنشن ممكن هو نورمال فات بيشنت، فاتي بيشنت اوبيز سمين، هو ممكن هذا فات، مو ممكن فلويد
إذا جماعة الأساتس أكو سوائل داخل البطن whatever the cause مو ممكن فيتس female pregnant وجاية distension هاي واحدة من differential diagnosis fibroid اللي هو tumor of the uterine of the uterus fibroid اللي هو muscular tumor myoma نسميه واحدة من differential مثلا لأنه يبدأ بالأف خلوها الفليتس مو الفليتس اللي هو الغازز of the abdomen تعرفون الباول filled with gas ممكن excessive gaseous abdomen واحدة من differential diagnosis whatever the cause gastroenteritis infection أو هو المريض عنده فد مشكلة بالجي اي تي irritable bowel altered flora وصار عنده فد gaseous problem بعد هذني خمسة اكو بعد اذا سمعاني شباب سمعوني لو فاصل اي دكتور ما اشوف وهدو ما اعرف شو النايمين لا قاعدين لا دكتور قاعدين خير دكتور تقدر تعيدني ولا زحمه بال... على ايامنا 5 هسه على ايامكم 7 اللي ادري يعني بالسيشنات طلابي على ايامكم بس الخمسه لا شكو بها زيادة خير ذن هن للسهولة على موتكم هي مو في هذا 5F الفات 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 الأوبيز بيشنت أوبيز هو فات عده واضح هاي واحدة من يعني الكوز يعتبروه هذا عادي فيسيولوجيكال نعتبره مو يعني الفليتس الغاز غاز انسايد ذا ابدومن يعني وذر انتستانال ابستراكشن اور عده غاستروانتيرايتس مو يجوك شنو ديستيشن يسرعتهم دو تو غاز فليتس فيسز مو في كلمه ريال اذا عندك واحد انتستانال ابستراكشن شو يصير في كلمه ريال ما تعبر اكيوميليت اكيوميليت شو يصير عندك ديستيشن فيتس بريجنت ليدي فيتس انسايد ذا ابدومن اوكي الفايبرويد هم بالفيميل اذا عندك المايوما فايبرويد عقد بالرحم مرات توصل very large size بحيث تعطيك distinction مو هاي خمسة السادسة الفلويد جماعة الأساتس سامعين الأساتس تعرفون شنو الأساتس ايه دكتور هاي كأساتس differential diagnosis او مريض جاني تروما وصار عنده bleeding blood هم يعتبر fluid مو يصير distinction هاي emergency طبعا بس هو كdifferential diagnosis انا اعطيك بشكل عام مو هاي ستة صارن بعد وحدة تريد لو هاي هي هذا دكتور يعني خمسة صارن كلش كاف لا ستة صارن اه بعدين راجع اخر واحد اخر واحدة الفلويد غير فات 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 فيتس اوكي فات خليك وياي فات فيتس فليتس غازز فيكال ماتيريال فلويد فايبرويد واضح بعد واحدة ما أتذكر على كل المهم لأنه هي دم فيتال جروث مالجنسي آخر واحدة مالجنسي فايبرويد الفايبرويد ذكرناها شباب بس اسمعوني ذني الاف للسهولة الديستينشن إذا طلع لك قائمة ترى طويلة عريضة الكوز واضح واضح دكتور واضح لاني حتى تخزن يعني شلون نقدر نقول تلخص الموضوع حتى شنو الموست كومن تعرفه الموست كومن تعرفه الموست كومن هو شنو عادة غازيس ابدومن جماعه الارتابل باول او الفلاتولنس او الابدومينال ديستنشن دو تو اكسسيف وايند نسمي اللي هواي يصير او راح تشوفوه باكر عقبه من تتخرجون هواي مريض يقول لك انا بطني منفوخه فهمتوني فالموست كومن احنا نبدا الكومن وذن المالجنسي وين زميلكم يعني واحده من الديفرنشال الأورجانوميغالي إذا هيوج السبلينوميغالي إذا تشوفون جماعة الثلاسيميا ديستال إذا بدأ نواصل للرايت اليك فوسة واحدة من الكوز التيومر بشكل عام whatever the cause of the tumor مو هو الملغنسي حكيتها whether benign or malignant retroperitoneal structure واحدة من عدها الهيرنيا ما أقدر أقول هذا swelling localized راح يصير هنا يعني هواي بيها تفاصيل على كل شو بقى تأخذه نجي هسه للديفيكيشن باول هابت هنا يعني قلنا اول شيء نتطرق للديفيكيشن بعدين ندخل في خانه الدياريا والكونستيبيشن حتى شنو
الموضوع يصير أبسط عليكم وأسهل. أول شيء normal frequency، normal طبعا هو احنا دائما نسميه باول هابيت، كل من وطبيعة بطنه. شباب normally 3 times per day to once in 3 days، يعني اكو ناس تطلع بطنه كل يوم يومين مرة كل 3 ايام، واكو ناس باليوم 3 مرات، كل من ورزقه. هذا هابيت نسميه، ما له علاقة انت شلون بطنك تعودت، هذا الهابيت مالتك. واضح؟ من يصير change acute or chronic ديك الساعة حسب التشينج، فريكوانس زاد ممكن تدخل بحالة الدياريا، طبعا راح بيها وايد تفاصيل، وإذا قل ممكن تدخل بحالة الكونستيبيشن. يعني اللي بطنه تطلع يومية 3 مرات ويجيك يعني يقول لك أنا صار لي 6 أشهر كل 3 أيام قاعد تطلع مرة، هلا هاي سيريس هنا، بينما هو أصلا بطنه تطلع كل مرة كل يومين 3 مرة وبقت نفسها، بس صار عنده فد بروبلم معينه واجاك وقال لك هذا ما تعتبره سيريس. ليش؟ لان هو اصلا الباول هابت مالته هيجي. من الاسئله اللي نسالها الكلر اوف ذا باول اوف ذا العفو اوف ذا ستول، الكلر يهمني هنا، براون النورمال هو براون، البيل نشوفه جماعه الجوندس مثلا، البلاك تاري ستول جماعه شنو البليدنج ابر جي اي تي بليدنج يصير الترد بلاد نسميها ملينا راح نجيها لاحقا. الكونسيستنسي عادة الستول يجيك سوفت سيمي سوليد عادة الموست كومن، مرات المريض يقول لك ووتري، يعني هاي من نسأله الكونسيستنسي مالته هنا حتى تعرف شنو المشكلة عنده. الأمات مالته عادة less than 3 ml per day more يعتبروه دياريا by definition. طبعا الأدر مالته السميل، يعني الأدر مالته كلكم تعرفوا الأدر مالته. الفكرة أنه من عندي بروبلم ممكن يصير فاولي أو أوفنسيف نسمي، ريحة كريهة جدا تصير، خاصة جماعة المال أبزوربشن عندهم سوء الهضم، سوء الامتصاص العفو، مال دايجستن يختلف عن المال أبزوربشن. أوكي شباب، سبيسيك جرافيتي هنا هذا فلوتينج، مرات المريض يقول لك أنا خروجي أشوفه قاعد يطوف مو بسهولة أشطف، هذا مصطلح كلش مهم. شو يعكس هذا؟ يعكس انه ممكن عنده فد فات مال ابزوربشن، يعني يطلع فات هواي ويا الستول فيحسه مثل الدهن ما ينشطف بسهوله، نسميها استيتوريه راح نجيها هم بعدين. هسه دكتور لا زحمه، اذا تغيرت الهبت يعني أي. مثلا كان الهبت مالته مثلا 3 مرات باليوم أي. وصارت مثلا مره كل 3 ايام، يعني بقى ضمن النورمال رينج، هاي هم سيريس؟ لا لا هاي سيريس سيريس، فهميني الباول هابت انا حكيت اؤكد لكم اياها، الباول هابت كل ما كل انسان وله الهابت مالته، بس هي هاي تعتبر ضمن الرينج. بس انت كشخص او اي احد الهابت مالتي شنو؟ اني هسه اني مثلا تطلع مره باليوم، هذا الهابت مالتي، من تصير كل 3 ايام لا هذا تشينج صار بالنسبه لي مو للرينج، انا ما اقرر اروح بغيري، انا بالنسبه لي من تصير هيك شيء هاي اعتبرها سيريس بروبلم، اكو اندرلاينج باثولوجي وات ايفر. مو دكتور اكو اكثر من 3 ايام نورمال؟ شلون؟ يعني هم الهبت مالتهم اكثر من 3 ايام؟ لو هاي لازم اكو مشكله. طبعا هاي بها وايد تفاصيل، هذا احنا اعطينا رينج، هذا الستاندر باليونج ادلت هيلثي. من يجيني الدرلي ميل او فيميل دايبيتيك بيشنت ويز كوموربيديتيز، دول اكو حتى مرات كل 5 ايام تطلع بطنهم. واضح؟ هذول يدخنون بخانة الليزي باول، لأن الجي اي تي بروبلم كلش هواي. من يدخل بخانة الليزي باول أنا ما أهم له أسوي الأبروش، طبعا هذول يحتاجون كولونوسكوب، تعرفون هذا الشيء هو الديفينيتيف، يعني نبدأ بالسمبل تشيب ونن انفيزيف ونصعد شوي شوي. الفكرة من أنا أسوي الأبروش مالتي وألقى ما عنده شيء، فهذا الهابت مالته تغيرت إلى هذا الشيء. ليش؟ عنده كوموربيديتيز دايبيتيك والتايم، شو يصير عندهم ذولا؟ نيوروباثي، نيوروباثي بارفرال وشنو سنترال اوتونوميك نيوروباثي، يصيرون ليزي باول، الموتيليتي مالتهم تقل، فيصير الهابت مالتهم كل 5 ايام مرات، مو الدايت مالتهم هم يقل والتايم. بلي واضح دكتور، في هواي تفاصيل، احنا هنا نحن ناخذ الستاندر وبعدين شوي شوي انتم بعدكم مرحله ثانيه، من تاخذون بالرابع الجي اي تي راح تدخلون تفاصيل اكثر وهكذا. طبعا بالنسبه للموشن هنا نيفر يوز دياري انستيد سي لوز باول موشن، هاي العباره موجوده بهاتشسون
يعني يقول لك لا تقول دياريا. دياريا مصطلح شنو مبهم نقدر نقول، لانه انت ما تعرف الباول هابت مال المريض وشنو اصلا كان نورول حتى. هذا تقول لوز باول موشن يعني لوز طريقه نقدر نقول اوف شو هاي. بعد هنا الديسكريبشن انت من تدخل بيه راح تحدد انه اكو باثولوجيكال بروبلم اور نوت. هنا يفسر لك اياها اتمي ريفير تو ذا بيشنت او ريفير باي ذا بيشنت تو، يعني بني تابعات للقطه هاي. انكريز ان فريكوانسي ذا نورمال، ممكن الفريكوانسي زاد مو؟ احنا طبعا اكو مس نومر دائما نقول دياري يجي بالنا راسا ووتري، لا مو بالضروره ووتري، ممكن الفريكوانسي يعني واحد تطلع بطنه قام خمس ست مرات باليوم هو كانت مره باليوم، بس هي شنو السيمي سوليد او شيء، هذا دياري تعتبر مثلا. الووتري اذا صارت ووتري هم تعتبرها. لارج اماونت مور ذان 3 مل. ايرجنسي باي ديفيكيشن نورمالي من يصير عندك ما تتوازى كلش، يعني تقدر تلزم روحك او شيء الى ان هذا. عندك كنترول ناس سمباثيتك والباراسمباثيتك يشتغل. من يصير عندك ايرجنسي مو اللي هو ديزاير تو ديفيكيت قوي يصير كلش او شيء، اكو مشكله مو؟ كلكم يجوز فتره من الفترات صاير عندكم جاسترو انترايتس ملاحقين او لا ما اعرف. على كل الدياري هنا it is a subjective، يعني فشي subjective مو فشي قطعي. but regular passage of more than 3 stool per day or passage of large amount more than 300 gram per day can certainly be called diary. هنا مختصر لك اياها يعني. يقول لك اذا الفريكوانسي اكثر من 3 باليوم، طبعا البيدياتريك ايج جروب خارج الخانه شباب، لانه الدايت مالتهم والجاستروكوليك ريفلكس وتفاصيله يعني هواي عندهم تفاصيل. البيدياتريك بحر يعني موضوع ثاني يعني لا تدخلونا به هسه. فهنا بالادلت يقول لك passage more than 3 times or more than 300 gram per day can called diarrhea. هاي اختصرنا لكم اياها من الاخير. دكتور بس سؤال. اي جواب. دكتور الدياريا مو تعتبر ديفنس ميكانيزم؟ يعني اذا مثل واحد كلى شيء ما مرغوب به المفروض يعني معدة تنفع، يعني مو باعتبار مرض. لا وين حباب؟ انت الجي اي تي تراك تبدي من الماوث وتنتهي بالانال كانال. جاي تسمعني؟ انت هسه الستومك نعم دكتور. الستومك بعيده يبدي الدايجستي منك من الماء طبعا، هو يبدي بالباي سليفر اميليز وينزل هو. هذا فيسيولوجي الستومك دايجستي. الدياري عاده يعني محسب الكوز مو انت، هذا هسه احنا قاعد نحكي سيمتوم. الدياري حسب الكوز انفكتيف او نون انفكتيف، اكو اوزموتيك دياري، اكو بيها واي تفاصيل واضح، اكو فايرال بكتيريال، اكو ديزنتري باراسيتيك. يعني الموضوع ترى متشعب مو سهل، هو بسيط بس بيه هواي تفاصيل. انت تقول هو ديفنسيف ميكانيزم، انت يعني الكوليرا مرات كيلينج ذا بيشنت ديو تو ديهايدريشن، يعني المريض يروح بيها برجلين ويموت، هاي ديفنسيف ميكانيزم تعتبرها مو هيك يعني. هذا يعني انت نظرتك يجوز فشي لوجيك تعتبرها، بس لا اكو ايتيولوجي، اكو باثوفيسيولوجي، اكو كوز وكو ميكانيزم. الدياريا الميكانيزم يا اما يعني المحاضره انا اعطيها طبعا بالرابع اعطيكم اياها، يا اما مرات تصير البكتيريا لايك بارير مثل الحاجز تمنع الامتصاص. هذا مو ميكان مو بروتكتيف، انت تحتاج الدايت اللي تاخذه مو كانرجي هو كسورس مو، هاي تمنع امتصاصه وراح يطلع لك ويا الاستود. وبنفس الوقت ممكن يشتغل لك كاوزموتيك شنو كيميكال ماتيريال، يبدي يسحب لك السوائل من داخل الجسم للباول وتطلع كلها، هذا راح يضرك ما يفيدك صح لو لا؟ هاي واحدة من الميكانيزم. الميكانيزم الثاني ممكن شنو ميكوزال انفيجن نسميها، وذر بكتيريال جماعه البكتيريال البازيلا ديزنتري اور باراسيتيك الباراسايت الاميبيك ديزنتري الزحار الاميبي. هنا يجونا بلدي دياريا اسهال دموي، هذا بحد ذاته شايف الكرامز مالته ولا هذا الالم اللي يصير عندهم. قضيه ثانيه انفيجن للميكوزا تسوي لك تبرر لك الميكوزا وشنو ويشكل وياك دياري بلدي دياريا، هذا مو بروتكتيف، هذا مو باثولوجيكال. الميكانيزم الثالثه السايتوتوكسين،
بيها انتيرو وتوكسين والعفو التوكسين انتيرو توكسين وسايتو توكسين والتوكسين حسب الافكت مالته اللي وحده من عندها الكوليرا الانتيرو توكسين الكوليرا تفرز لك في التوكسين معين يحفز لك يعني افراز السوائل من داخل الجسم من الامعاء العفو من الجدار مالتها وهذا الداخل الامعاء يعني تسحب سوائل جسمك كلها وتطلع لك اياها برا وياها الالكترولايت املاح الدم هنا الفسيولوجي مالتك طبعا هنا راح ندخل بخانه الديهايدريشن تعرف الديهايدريشن مو هايبوفوليميا مو والهايبوفوليميا حسب السيفيريتي فهنا هسه لحد الان ورا هذا الكلام كله تعتبرها بروتكتيف ميكانيزم لو لا اكيد لا يا دكتور اسف اعتذر لا لا ما بيها شيء شوف حباب انت اسال انت سالت اكو سوء فهم عندك ما بيها شيء اي سؤال لا تستهينون به شباب اي نقطه ما فاهمينها اي دكتور واضح واضح اي الفكره انه انت من تفتهم المؤسسه طبيب باشر عقب ما تتخرج يعني يكون ملم مو كل شيء عندك معلومه عن كل شيء اكو تفاصيل يعني ما مقبول انه ما تعرفها واكو تفاصيل لا يعني هسه انا بالنسبه لي كسيرجن مو كلش ضلع بشغلات الباطنيه وما دخل روحي بيها ليش لان مو فيلد مالتي اعرف عن الضغط والسكر وهذا تفاصيل بس مو تفاصيل مثل بالباطنيه بينما هو من يجي على شغلات الداخلات الجراحيه ما يعرف لانه مو شغله انتوا هسه كاندر جراجويت هاي القضايا ذني برنسبل تعرفوها ذني على اساس باكر عقبه ممكن انت يصير عندك ميول لفيلد معين تبدع بيه وممكن لا تروح فيلد معين حتى تخلص من القرف مال الاقامه والروتيشن وبين القضايا يعني هو اكو ظروف راح تفرض علينا كل احنا وتروح في اتجاه معين الفكره انه انتوا باكر عقبه تقعدون تتناقشون بمكان معين او زملاء معينين او بغير كليه مو يعني داومت مدينه الطب يعني هناك تقريبا كل المحافظات يجونا طلاب دراسات تشوف مستواهم يختلف من واحد لواحد حسب الكلية اللي متخرج منها وحسب المكان المداوم عنده وحسب هذا مو أنت بالنسبة لك الكوفة ما شاء الله الحمد لله والشكر يعني كمستوى ما شاء الله كلها يعني تشهد له بشكل عام ترى داومت هواي مكانات وقاعد نشوف الفكرة أنه مو عيب تسأل أنت بعدك هسه مرحلة ديفلوبمنت أي شيء يخطر ببالك اسأل ما بيها شيء أو يعني تقول مرات قسم عندكم يتحرجون ما بيها شيء روح طلع اقرأ عن الموضوع إذا وصلت الجواب خلص أنت بعد عرفت أكو شغلات راح صعبة عليك تلجأ للأقدم منك أو اللي هنا الستيتورية يمكن حكيتها ضمنا ويا الدياريا هنا passage of pale bulky stool contain excess fat يصير على جماعة المال absorption جماعة الكرونيك بنكرياتيتس لأنه لايبيز بعد ما يفرز فdigestion of the fat يقل فيصير سرعتهم ستيتوريه هنا يصير شلون مرات يوصف لك اياه يعني جوز الولد اكثر دهن جريز سامعين بي اي دكتور اي مرات المريض من يجي شبيك اياه يقول لك الخروج مالتي مثل الجريز مثل الدهن جريز ما ينغسل بسهوله ليش هذا عده مال ابزوربشن هاي سيريس بروبلم نورمالي ماكو ترى من الصير انت تدور على كوز طبعا المريض طبعا وياها من يجي هيك عاده يجيك ويت لوس يجيك thin patient, pale, anemia ليش؟ لأنه عادة نصير with time هو مال absorption يصير عندهم weight loss, anemia, vitamin deficiencies تلتم عليها كلها خاصة كل ما يجيك late كل ما كلها ملتمة هذا من تأخذون مال absorption إن شاء الله تتذكرون التفاصيل هاي نجي للconstipation الconstipation اللي أنا حكينا على bowel habit مو؟ فهنا تقريبا عكس الدياريا constipation subjective complaint infrequent passage of stool هنا infrequent passage يعني عدد المرات ممكن أقل or straining on defecation المريض كان بطنه من يدخل التواليت تطلع براحته الدور قام يعصر هذا هم تعتبره ممكن ضمن خانة الكونت passage of hard stool and incomplete evacuation حس روحه ما مفرغ زين هاي كلها تدخل ضمن خانة الكونستيبيشن مرات مصطلح الاوبستيبيشن يمر عليكم اوبستيبيشن دول الامريكان دائما يحبون يتفستقون فيضيفون مصطلحات يعني obstipation هو شنو absolute constipation يعني شنو المريض لا stool ولا flatus يعني هذا complete mechanical obstruction واضح
هذا نشوفه بالكمبليت دكتور. بس عيد هاي الاوبستيبيشن. الاوبستيبيشن مرات يجوز تقرون كتب خاصة الامريكان بوكس، كتب الامريكية، او واحد يحكيها قدامكم. اوبستيبيشن يعني ان ابسوليوت كونستيبيشن. شنو يعني ابسوليوت كونستيبيشن؟ مرات واحد يقول لك انا خروج ما يطلع بس غازات تطلع عندي، مو هذا مو ابسوليوت. ابسوليوت يعني لا غازز ولا فيكال ماتيريال، لا ستول ولا فليتس، لا يطلع لا غازات ولا خروج، يسموه اوبستيبيشن. اعتقد واضحه. واضح دكتور. واضح دكتور. ركتال بليدنج، بلاد ان ذا ستول اور ستول كوتد وذ بلاد، يعني هو بلاد ان ذا ستول اوف الاور. هنا بهم تفاصيل it is a fresh bleeding or هذا راح نجي هسه. تاي ممكن تاري ستول. تاري شنو معنى تاري؟ احد يقول لي؟ جير يعني جير دكتور. الجير او القار اذا تسمعون تقروها يعني بالفصحى او مصطلح الجير او القار او الزفت، بس هو احنا الجير نسميه عاده، هو نفسه اللي يبلطون به الشوارع شباب بنات. اللون مالته دكتور مو بس اها بالاساس اللون مالته شايفينه بلاك، بلاك مثل العباء السوداء كلش كلش بلاك. تارستول هذا نسميه ملينا عادة تقريبا 90% to upper GIT bleeding. ليش؟ لأنه هالبلاد من ينزل من فوق من الاستومك على ما يوصل لك للخروج، ها صاير بي، صاير بي digestion، صاير بي oxidation، النورمال فلورا of the bacteria of the bowel مشتغلة عليه، مسويت لك شنو oxidation إله، فصاير شنو altered blood نسميه، فيجيك black tar stool نسميه. عادة من يجون هذول هيك شن دزهم؟ دزهم او جي دي ابر مولوار جماعة التارستول. عادة بيبتيك ألسر ديزيز. ممكن فريش بليدنج نسميه هيماتوكيزيا. عادة يعني حسب هاي الديفرنشال دايجنوسيس بناخذ الموضوع بتفاصيله ان شاء الله بالجي اي تي بالمستقبل. هنا الدور تسأل على اماونت مهم، كمية قليلة ذا هواي، طبعا هذا كريتيكال بليدنج عندك مو لص. فريكونسي كم مرة باليوم؟ بالسبوع مره، بالشهر مره، هاي مهم مو جماعه الهيمورويد بواسير الشرجيه الموسكم ولا ورجي اي هي تعتبر يجي يقول لك كل فتره يطقن عليه ياخذها يوم يومين ويوقفن، هذا الكلاسيكال. طبعا مرات لارج هيمورويد يصير عندهم بليدنج ما يوقف سيفير امرجنسي مثلا. التايمينج اند ريليشن والديفيكيشن هذا مهم، يقول لك من تطلع بطنك قبل لا تطلع او وياها او من تكمل مثلا، هاي مهم. تغطي الخروج لو مخبوطه وياها هاي ايضا مهمه، إذا تغطي يعني هاي لور كلش لور بحيث من يطلع الخروج راح يغطي، بينما إذا ميكست هاي هاير هاير يعني بروكسيمال مور بروكسيمال على ما توصل للمخرج تنخبط ويا الخروج وقاعد يطلع. أنيميا عن جي آي تي تراكت هذا ديوتي عليكم. الأنيميا هي عبارة عن شنو؟ بروبلم الكوز مالتي فاكتوريال، ممكن هو هيماتولوجيكال، ممكن ريسبيراتوري، كاردييك، جي اي تي، تاخذوها بعدين بالهيماتولوجي، ليش ادوخكم؟ ان شاء الله موفقين. احد عنده سؤال؟ دكتور لو سمحت بس عندي سؤال بالوميتنج. دكتور قلنا الوميتنج فيز عددنا انه تقريبا ست حالات بها، هذني بس نحفظهن لو يعني عادي مخربطات الاعراض مال الوميتنج فيز. هنا لازم بس دكتورة لأنه من يبدي يعني هو يعني بالنازية أرشيها برمتليشن. هو شوفي هو الفيلينج مالته هو هيك يصير سيكونس، طبعا هاي كلها ثواني قاعد تفهميني يعني كل احنا اعتقد صاير عندنا برمتلي، ما اعتقد واحد ما صاير الا المحظوظ كلش مو، فمن يصير الشعور اذا واحد يستذكر او اذا صاير عنده يبدي اول شيء الفدنوزيا قوية رأسا مو وراها رأسا فالق شحوب يصير أوفشي وحسب الكوز طبعا. هنا مرات البروجكتايل رأسا مت بدون وداوت نوزي البروجكتايل تربط لك أشياء ما حاسين مثلا هايبر ساليفيشن احنا ما حاسين هذا شوفي مرات يعني مو بالضرورة كل هني يصيرن البروجكتايل مثلا من الجاستريك اوتلت ابستراكشن، الجاستريك اوتلت ابستراكشن
المريض فجأة ورأساً رأساً without preceding nausea، ما عنده nausea مثلاً. كفيس كسيكونس هذا الكلاسيكال نسميه، بس افتهمين هنا هنا الدور راح نجي حسب الايتيولوجي. قلت لك الجاستريك اوتل اوبستراكشن بروجكتايل ما عنده نوزيا، مو هاي الكفيس ما موجوده، بس ممكن من يصير عنده يعني سويتنج وياها يصير قلق ممكن. كسيكونس هنا اكيد يعني هنا واحد ورا الثاني، بس مو بالضروره كلهن يصير سوا. دكتور بعد الالوان مال الفوميتنج، انه هذني من مره واحده مثلا اذا نشوف بها لون مال الوجبه او مثلا البايل ستين، هذني من مره واحده لو لازم فريكوينت فوميتنج يلا اقول انه اكو اوبستراكشن؟ حسب ما له علاقه. انت اذا اجاني المريض تقيأ مره واحده، مو هنقول مره واحده، راح اسال على امات مالته الكميه رفلش جيت فد نص جلاس قال لي ايش تحتوي، او انا اشوفها او هو راح يقول لك مثلا اكلت اكله تحتوي اكل ما مهضوم وفرازات بيض، ومراشي يقول لك وياها دم، مو؟ لا دكتور على intestinal obstruction ده احكي يعني. هو كمان ها intestinal obstruction هو نال فكره، هو ترى نفس الديسكريبشن intestinal obstruction هو هم يجيني vomiting صح لو لا؟ هنا الكونتنت مالتي من الطتشيا سيكونس حسب المكان، فهمتيني؟ مثلا اذا إذا بروكسيمال بروكسيمال راح يجيني الجاستريك كونتينت، مو؟ فأكيد ما يحتوي بايل، لأن البايل ديستال إلى راح صار، هاي خلصنا منها. إذا ورا ممكن يحتوي بايل وممكن أندايجستد فود، مو؟ دكتور أنا هذا يعني فهمته، بس أريد أعرف مثلا بالبايل وإذا إجاني مثلا نفس لون الوجبة اللي ماكلها دكتور هنا يعني لازم فريكوينت يلا أقول عنده انسداد لو لازم يعني لا من لا مرة لا لا لا. مو لازم في الكون بس إن صار بيها فيسس بالله إنهم بينه إنه أكو مشكلة بالقولون، بس إنه طبعاً مو هي هنا التفاصيل الفريكوينسي مهم، بس يعني بس هي مو بالضرورة فريكوينت، واضح مو بالضرورة فريكوينت. المضمتين يعني بلون الأكل، يعني مثلاً إحنا هسه من عفوا صار يعني نتقي أكو لون الأكل مبين، بس إحنا ما عنا obstruction. أي دكتور أنا دامون برتها ان شاء الله بلي؟ اكو شوفوا باكر عقبه ان شاء الله دامون برتها. اكو مرضى يعني ما ماكل معده فارغه يكذب لك بس الجاسر كونتنت، ماكو اكل نهائيا وياي بلي بلي. راح اشوفهم في كيسات بالمستقبل. الفكره انه انت هسه قاعد تربطين انه الاستومك هي كونتنت مالت الفود والهاي، مرات انت استومك فارغه مو وعده كوز حسب الكوز، يعني الايرلي مورنينج فوميتنج جماعه الالكوهوليك والبريجننسي والرايز انتراكرينال برجل بعد ما ماكل ونص الصبح راسا دبلش الجاستريك كونتنت مالتن فلويد مال الاستومك مو بلي. اي ما عنده اكل هذا مثلا يقول لك سواء الخضره يقول لك هو الجرينش مال الاستومك ومرات بروتي سكريشن وياها، يعني يقول لك شلون الوقف وياها او شو هاي سامعين هاي المصطلحات هذا ممكن يجوك هيك دكتور مو. بعد بس سؤال اخير عندي اذا بالاوسكي اجا مريض عنده لوس باول موشن اذا اقول ده ياركا يعني يحاسبني الدكتور لو لا؟ يعني لازم انه انتبه بالاوسكي اقول لوس باول موشن ما اقول ده ياريا لو عادي؟ افضل لكم لوس باول موشن افضل لكم، يعني انت تقول دياري احنا انا اخوان امتحنكم اوسكي ما نحاسب كلش عليه، بس الدياري انا هسه حكيت لكم تفاصيلها مو بها هواي ديسكريبشن. اكو مرات هو يعني هو المريض يعني انتوا راح تخرجون ان شاء الله او حتى باكر عقبه بالرته المريض هو يقول لك ها هسه والله انا اسهال من السولف يطلع مو اسهال سبجكتيف، يعني هو يشوف روحه اسهال بس انت من السولف يا ترجع للباول هابت مالته النورمال وتجي التشنجز مالته فشو مو اسهال مو يعني مجرد دقيقه ما يعني مو واصل مرحله مو هو هيستري انت من تشوفين الباول هابت هنا على ضوء تشينج راح تقرري انه هو هل هو فريكوينت موشن دياريا اور كونستيبيشن مو يعني خليت لكم اول شيء الباول هابت بعدين دخلنا بالدياريا والكونستيبيشن. الفكره اول شيء انتم نسالون بالنسبه للباول هابت تسال الباول هابت مالته نورمال شنو وراها تقارن ويا تشينجز اللي صار يلا اقول
دياري أور شنو؟ كونستيبيشن. دكتور. عفوي. بس الحضور دكتور. الحضور ما أعرف يمن الرابط. دكتور غير من دكتور جاسم. يعني يمن دكتور. لا لا يم بيت الصراف. رتب الحضور وشوف دكتورة حسنات عافية. دكتور اسحب. ها؟ تقدر تسحب منها سوى. يا بيت الصراف دكتور شا أمس أنت قلت لي أنا شوف دكتورة حسنات ويسويكم كوزين. لا قلت لك أنت شوفه. منين أسحب الحضور؟ دقيقة حطيني. يلا يا أقدر أسحب. بس يا أخي مشكلة. أسحب السادس لك يعني مو مشكلة. ماكو مشكلة. عدل الدكتور زين اسحب انه دز الدكتور باسم شنو المشكله الدكتور باسم يمن هو الحضور يمن 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 الحضور ها تجي اي تي تجي اي تي مو دكتور حسن زين لا لا السي اس اف عندكم عندي بعد كوميونيكيشن جماعه الاول اعتقد تمام انا اسحب ان شاء الله دكتور دز لي اياه وانا ادسن الدكتور حسن ماكو مشكله ان شاء الله دكتور تمام احد عنده سؤال ثاني لا دكتور لا دكتور ماكو إيش زين هاي شنو الحكي هاي رسائل دكتور ما بين سؤال ما بين سؤال قاريهن كلهن انتو منو قاريهن يعني عايف المحاضرة وتقراهن عاش ليدك وردة دكتور بعد قلبي يلا موفقين الله يديك الله يكثر سلامة لا بس لا حتخرجين من البيت لراح نسجل حضور يلا ما تسحب اسمس متسجل ابو تكون بالحاسب على ما راح افتح الحاسب يلا